طبعا يعني انا من عشاق المسرح ولكني لست من اهل المسرح، لكن انضميت قريبا بعد ما عملت كوكو شانيل وتشارلي شابلن ومحمد رياض صديق. انا حابب لما بقى رئيس مهرجان انا جيت اقف جنبه وادعمه واسعد بكل الزملاء اللي اتكرموا، كلهم اصدقاء وكلهم حبايب، والحفله معموله حلوه قوي ومعموله على مستوى هايل وايقاع سريع، وانا سعيد بوجودي هنا. مسرح في مصر كان اختفى تماما ثم ابتدى يرجع ويعود، ابتدى بمسرح مصر ثم تطور، بقى عندنا كينج لير، بقى عندنا مسرح القومي، بقى عندنا مسارح كتيره، واحنا اخرها بنعمل ميوزيكال تشارلي شابلن، ان شاء الله في تطور واحسن ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم بعمل مسرحيه ميوزيكال مع منى شلبي اسمها فرايداي.